خيول ترجع أنسابها لأصول عربية ولدت وشبت في هذا المكان على مدار سنوات. هذه المزرعة الواقعة شرقي القاهرة تعد أكبر منبع للخيول العربية بمصر. المهمة الأولى هنا الحفاظ على سلالات الخيول وأنسابها وعدم استقبال ذكور من خارج المكان. عندنا 35 عيلة يعني بنحافظ عليهم، طبعا اختيار عملية التزاوج والحاجات دي كلها بتبقى بالانتخاب ما بين العائلات عشان نوصل للمواصفات، يعني اعلى مواصفات للحصان العربي. ستصدر مصر هذه الخيول العربية الأصل للاتحاد الأوروبي الذي رفع الحظر عن استيراد الخيول منها قبل عدة أسابيع بعد أن نفذت مصر عدة اشتراطات جديدة، فقامت باعتماد مكان للحجر الصحي التابع للقوات المسلحة سيتم فيه عزل الخيول قبل تصديرها لنحو 90 يوما. هيتم عزل الحيوانات هناك في المنطقة الخالية، ثم أخذ عينات دائمة ومستمرة، ثم أخذ عينة قبل التصدير بفترات إحنا حاسبينها لكل مرض، ونرسلها لمعامل دولية برة معتمدة، بناء عليها يتم تحرير الشهادة الصحية البيطرية النهائية لأسافر مع الحصان لدول الاتحاد الأوروبي. كان الاتحاد الأوروبي قد قرر قبل 7 سنوات وقف استيراد الخيول من مصر بعد أن اكتشفت لجنة طبية تابعة للاتحاد أن هذه الخيول يتم تحصينها بمصل ضد حمى غرب النيل، وهو ما أثار لديها شكوكا في وجود تلك الحمى في مصر. يعتبر تصدير جزئي، مقصود به أن المكان محدد فقط تم السماح فيه للحجر الصحي كمنطقة خالية، اللي هي مستشفى القوات المسلحة أو مستشفى الجيش اللي هي هتحط فيها الحيوانات ديت. أصحاب مزارع الخيول الخاصة سيحق لهم التصدير من خلال تقديم طلب للإدارة المركزية للحجر البيطري على أن تقوم لجنة طبية بتفقد المكان وأخذ عينات دم وإجراء فحوصات للخيول للتأكد من سلامتها. قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن استيراد الخيول من مصر قد لا يحقق عائدا على المدى القريب نظرا لاعتماد تطبيق القرار بشكل جزئي، لكنه يفتح الباب أمام عائدات أكبر على المدى البعيد إذا التزم المصدرون بشروط الاتحاد الأوروبي. آية راضي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.